قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه شيئا فهي كذبة. وإن غيني نشوح نجاذا مزيانا راح دشف شغيش نحش وهذا استيوكشيشا ذا خارق سيدار بقارخي خارقا ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. لذلك الأحبة الأفاضل شحارن تيما ثنت سكميس يتقذا سيسخا تقارس روح خمي تغدور ذا شوف شغيش نحش خمي نتغيذ ورا ذا سيني ووك شي من يهني ذا سيني أمو يثقين تقام غاس تطمع عليك واش قيغة مواطري حد شاء من يعني هو ذا خارق يتزد بنادم يتراغى دي تليفون خمي ذا سغيني ما ذو الزود خبابي تشيارة زد بابا سيقارة سيني يسعد وضي عقو حزير خدمة انت قد دي هداث نغا خاص تصوني دي هداث النس اشي ترقى ثمغات قاذي النفران راجد خزاع ما قدامه وذا يجي والصين غماني خاص غثوزو تهنين ربيوت ذو تشذ كوزينة والصين الله أعلم ميسي خزاخ ميسي غينين يسقوا ذا يجي من يعني واني تواجبوا سلوك ذميم نربي عليه أولادنا انتبثا وانخي خارقا خميني دغي اسميان خفيس خارق ذا سيني وذا شي سرمذني خارقا. نحتاط أحبتي في الله. يحكي أحدهم إجن سيدي تعاوذ خيخ في النس قصة واقعية موثوقة إنش سكنا يدلستيد عزي المدرسة نمي يميدي تغس سكن لستيد عزي المدرسة نمي سكنا يدناني قميش 15 يوم ويغري يمي غرا حغ وفيغ فعلا 15 يوم ويغري إنش إني غاسن ماشي قيح نجاي تفق دير وقت يدكور دير وقت كنو قامي 15 ناني 15 يوم ويغري يمي تأكد يقص المحاضرة يمي سخي خارق وش يسر مذني خارق ما نزدوي ذي خارقنا هذا السمح ذي كرشي إلا يخارق يقيم وحن جاي ترويت تا السمح تبا بس ويقيم ذا عوض غبابا سمحا يا مورع ما سيد عوض يسمحاس ثي وشن سيرا غيز دي دوكرنز دي تليفون يكسي وحن جاني تليفون أهلا الخير فران ما نون بابا يبدأ يتقزن التيني يسعد وضي أقو حزير خدمة يمنع وحن جاني البراءة يمنع وحن جاني تليفون نيامو أمني أمني تسمع قارسي هو بابا ما تسخارق غمو واسخارق غرخو ما سيني غقش ذا ما سيني غوا ذا هجيد زار لأن الناس يجنوور ولكن من يتق يجنوور نظني أدنى الربر أحبتي في الله قد نضيع طاوة النقص وفوس النغ نضيع طاوة النقص وفوس النغ. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أحب الأفاضل نحتاج نيرين الشين قدوة يثاون نحتاج نيري قدوة يثاون نحتاج خمي غيو يغمي ذم الزيانة هذا سحفغ هذا سحفغ نيشان عادي وهذا سقاق بقس تحفيت زيرو الساعة زينو زيرو الساعة أربع زيرو الساعة ما يمي لأن ذا استقق نهارا انت يحفني نها خس النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع القزع ومقان القزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه أي قرش قذموضة ذموضة ذي قيشن حشتين هاخس النبي صلى الله عليه وسلم ثي وشنغ ذي مغاتف ذي تقيت النيث انت ويدح نجاذا مزيان تقس بورسيرا ندهب انت قس تخذنت ندهب خميني غاي مغاش شمرقي غصغا بورسيرا تخذنت تذياني سنسير تذياني تخرست مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاخ الدهب يكسيد دي الناس هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها نهر الخبراء بالدنغل حديثنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب الإعجاز العلمي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكسيد دي الناس مش تمسار النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الدهب خذ ذكور مرة قان أهل العلم إنش معليك النبي صلى الله عليه وسلم إن الدهب حرم يا يزن إري معليش وخذم الزيان قزن خاذنت قلت بورسيرة معليش ولكن مدام النبي صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور أمتي قال أهل العلم فهو حرام حتى على الرضيع أحن جاني خرقنا نهارا غاد جا خمسة مينوت غاسزين تسعة رنت حرام خاس الدهب. لذلك كسين الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم نهار الخبراء علماء الأجنة والوراثة كسين الحديث واني تبذن تقنت حال المشتمساء
وفين على أن الإنسان الذكر ذكر بنذن آيز خميني تقدب خميني توقع الاحتكاك جار الدهب الترمشت تتولد في الذكر هرمونات أنثوية خجقنت ذقوايز النشان الهرمونات انت مغارين. فمن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ من أي جامعة تخرج؟ مازي أوكسفورد، مازي كاليفورنيا، مازي غرناطة، ما نزيد تخرج النبي صلى الله عليه وسلم. علمه شديد القوى ذو مرة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لذلك الأحبة الأفاضل